آخر كولكشن عملتها اسمها تابلو باريزيان، استوحيت منها من عاصمة فرنسا باريس، وصورناها كمان ان فاكت هونيك. مثل كل سنة تقريبا انه تصاميمي بيجوا مثل بريدج اذا بدك، يعني بين الستيل الشوي شرقي والاوروبي، بس اكثر فيها اتجاه اكثر على الاوروبي. الاخر كولكشن كانت فيها فساتين اعراس وفساتين كوتور، وكمان لاين جديده نزلتها ريدي تو وير. سو الفساتين الاعراس ما اللي كانت مشيتها مثل كران دانتيل جيبور شغل رسم في كتير مشيت. يعني انا لاحظت انه ما بترتكز بس على ماشيه معينه، لانه في ناس مثلا بس ترتكز على الشك. انت لا، اذا بتطلع على فساتين الاعراس في تنوع هائل بالقماشات وبالشكل. يعني اصلا لاحظت اصلا انك كثير بتركزي على البرايدل او على فساتين العرس من اول ما فتت انا شفتهم قدامي. ولاحظت انه بتعملي كثير اشياء شوي غريبه او غير اعتياديه كفستان عرس. مزبوط، مثل ما قلتي هلا اللوك الجنرال تبع فساتين شوي لوك كلاسيك، يعني كالشيب تبع الفستان. بس اذا بتطلع بالتفاصيل تبع القطعه بشتغل على كذا نوع ماشي موجوده بنفس القطعه. وبحب نوع، يعني مثلا بخلط اوقات فساتين مثلا فيها تول مع كران مع دانتيل. في قصص بيبقى في مطرح ديزاين للشك، ومطرح ثاني فيه درابي، يعني التطعيج اللي بيكون بالقماش اللي بنشغل على الماروكان. سو دائما بحب اشتغل بالقماش. اكيد بنفوت شك بتصاميمنا، بس منا بس مثل بس شك كله. لاحظت شيء بالفساتين اللي عندك؟ ما في جوبون او ما في هيدا التنوره يلي بتنفش تحت الفستان ابدا. يعني ملاحظه انك كثير رايحه على ستيل الاوروبي بالفساتين، بيجي الفستان نازل مثل ما هو. هلا نحن هيدا الشيء بيصير شوي اختيار شخصي، يعني للصراحه باخر كولكشن استعملتها ما كنا مستعملين الجوبون، لانه اوريدي الفساتين فيها هي حجم. سو ما كنا بحاجه، اوريدي محجمين نحن بالقماش تبعولها وبالاشياء اللي مستعملينها بقلب الدريس. سو كان في عنا اوبشن انك تلبسيها بلا جوبون، لانه اكتريت ريسنتلي، يعني اكتريت الكلاينتس عم بفضلوا اللوكس الشوي اصغر. صح، بس اكيد هيدا اختيار شخصي. تغيرت اصلا، نعم. يعني التصاميم قبل كلها كانت مع جوبونات كثير كبيره. يعني الكولكشن الوحيده اللي انا شوي انه زغرت فيها اذا بدك شوي، او تركت اختيار انه اذا الكلاينت ما بدها تلبس او بدها تلبس. يعني